طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخباركم وصحتكم؟ إن شاء الله أموركم كلها طيبة. أنا معاكم لسه الأستاذ محمد حيدر في تسجيل آخر محاضرة من كورس الأنالوج للسنة الثانية دبلوم. زي ما اتفقنا إنه المحاضرة الأخيرة حتكون هي عملية بتاع التهيئة إن شاء الله للكورس بتاع السيمستر الجاي، اللي هو بيتكلم عن ديفايس جديد هو الترانزستور. نحن طبعا كل المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن ديفايس هو الديود. تتذكروا زمان من الشغل بتاع الكيمستري، الاتوم والاليمنت وتصنيف العناصر وتوزيع الالكترونات والسيمي كوندكترز والدوبينج وتوصيلة الفورورد بياز والموديل وتصميم الباور سبلاي وانواع الديود. كل المشوار ده كله كنا بنتكلم عن ديفايس واحد هو ديفايس الديود. ان شاء الله خلال السيمستر الجاي حنتكلم عن ديفايس جديد هو الترانزستور. المحاضره بتاعت الليله حتكون هي تهيئه ان شاء الله للسيمستر الجاي. حناخد الكونسبت الاساسيه بس الترانزستور هو عباره عن شنو، شكل التركيب بتاعه، مسائل بسيطه فيه، وحنجيب لحد هنا ان شاء الله حيكون هو ده عباره عن نهايه الكورس. طيب، بتتذكروا لما كنا بنتكلم عن الديود في التركيب الاساسي بتاعه قلنا هو كان بيتكون من 3 اجزاء اساسيه، اللي هي البي تايب، الان تايب، والبي ان جنكشن، صح؟ طيب لاحظ لما جيت هنا اكون ترانزستور هو مكون من 3 لاير، من 3 طبقات. هنا كان في طبقتين بس، صح؟ بي تايب وان تايب. طيب هنا التكوين بتاعك من 3 طبقات، ان تايب، بي تايب، ان تايب، او بي تايب، ان تايب، بي تايب. بيكون في ليرين متشابهين وفي لاير في النص مختلف، تمام؟ طيب عشان كده لما تيجي تكون، ولما جيت كونت الديود كان بتوين اللاير الان تايب والبي تايب، دائما لازم يكون عندي وصله شنو، بي ان جنكشن. طيب هنا بنفس الطريقه عندك اللاير الاول ان تايب، اللاير الثاني بي تايب، لازم بين الان والبي يكون في شنو، بي ان جنكشن. طيب ثاني عندك البي تايب في النص، ثاني حيكون في ان تايب، برضه المفروض بين البي والان يكون في شنو، في بي ان جنكشن. عشان كده لما تيجي تتكلم عن مكونات الديود او الترانزستور هو عباره عن 5 مكونات. مثلا الترانزستور الاول اللي هو الان بي ان مكون من ان تايب، بي ان جنكشن، بي تايب، بي ان جنكشن، ان تايب. هي 5 اجزاء، 2 لاير متشابهين، 1 لاير مختلف، بين كل 2 لاير في بي ان جنكشن. 5 اجزاء، واضحه يا شباب؟ ان تايب، بي ان جنكشن، بي تايب، بي ان جنكشن، ان تايب. الترانزستور الثاني طبعا عندك نوعين للترانزستور، يا ان بي ان او بي ان بي. النوع الثاني حيكون بي تايب، بي ان جنكشن، ان تايب، بي ان جنكشن، والبي تايب. طيب عندك في الترانزستور واضح انه عندك 3 لاير، معناته عندك 3 اطراف. في الطرف الاول اللي على فوق ده سميته الكولكتر، في النص البيس، الطرف الثالث سميته هو الاميتر. طيب دائما المثال او التشبيه اللي قاعد اضربه في الترانزستور هي الحنفيه، الماسوره العاديه. طيب الماسوره دي مبدا العمل بتاعها انه كل الانبوت او كل المويه جاياك هي من الهيئه، صح؟ خاشه واصله لحد الماسوره، لكن ما بتطلع، بتطلع 200 لما انت تبدا تفتح الحنفيه، صح؟ طيب مدى فتحتك للحنفيه انت بتحدد الكميه ده تطلعها قدر شنو، صحيح؟ طيب لو جيت اسقطت الكلام ده على الترانزستور، طيب المويه كلها جاياك من الهيئه واقفه في الماسوره ولسه ما طلعت، دي بتمثل لك الاميتر. ده كل الحاجات الداخليه ولسه ما طلعت هي تمثل لك الاميتر. طيب تحكمك في راس الحنفيه عشان تحدد الكميه اللي انت دايرها تطلع، ده باعتبارك انت قاعد تتحكم في البيس. المويه الطالعه هي عباره عن الكولكتر. واضحه الفكره؟ ده الترانزستور بصوره مبسطه. توتال انبوت ما مدخله انت، اصلا جايك انت بتعمل عمليه بتاعت كنترولينج انك الكميه الداخل تطلع من الحاجه الداخله دي قدر شنو. التحكم بتاعك بيكون عن طريق البيس، عن طريق فتحه الحنفيه، فتحتها للاخر مع دار مويه كثيره، فتحتها شويه مع دار مويه اقل. بالمفهوم ده المويه الطالعه بتمثل لك هي الكولكتر. الميتر، بيس، كولكتر. انا ما بميل انه اترجم، حاول اعرف المصطلحات بالانجليزي لكن عشان بس تكون معروف بالنسبه لكم. الكولكتر هو الجامع، الميتر هو الباعث، البيس هي القاعده. اتمنى ان الناس ما تكون سمعت الكلام ده وتمشيه طوال، حاول احفظ المصطلح دائما بالانجليزي عشان هتسهل عليك حاجات كثيره. طيب تذكر الديود الرمز بتاعه كان عباره عن مثلث، صح؟ القاعده بتاعته هي الجزء الموجب وراس المثلث هو الجزء السالب. طيب ده رمز الترانزستور، ده رمز الترانزستور. طيب لما يكون عندك رمز الترانزستور بيكون المطلوب منك دائما لما تشوف رمز الترانزستور بيكون عندك تحديين. التحدي الاول تحدد لي الاطراف الثلاثة، وين الاميتر، وين البيز، وين الكولكتر. طيب مفتاح التحديد للاطراف الثلاثة هو السهم المرسوم فيه الترانزستور. الحتة المرسوم فيها السهم حيكون هو الاميتر. تشوف السهم مرسوم وين؟ ده الاميتر. في النص
هيكون البيس معناته الثالث هيكون شنو؟ الكوليكتر. اميتر بيس كوليكتر. المفتاح هو السهم، الحته اللي فيها السهم الاميتر. ليه بقول حته فيها سهم الاميتر؟ لان انا ممكن اعكس لك الترانزستور داخل لك الاميتر فوق، ما هي حاجه فوق هي الكوليكتر، لا الحته اللي فيها السهم هي الاميتر، اللي في النص هو البيز، الثالث هو الكوليكتر. طيب الحاجه الثانيه المفروض تحديدها هو نوع الترانزستور، هل هو ام بي ان او بي ام بي؟ عرفت عندي نوعين للبي جي تي ترانزستور صح، يا ام بي ان او بي ام بي. طيب برضو اللي بحدد لك نوع الترانزستور ام بي ان او بي ام بي هو السهم، لكن المره دي في سهم عايل ايش حتعايل اتجاه السهم. طيب السهم لو كان طالع من البيس نوع الترانزستور حيكون هو NBN، لو كان السهم داخل على البيس حيكون هو BNP، NBN أو BBNP. واضح يا شباب؟ ده شكل الرمز للترانزستور، قدرنا نحدد فيه أمكنة الأطراف الثلاثة وحددنا نوعه هل هو NBN أو BNP. طيب ده شكل التوصيلة للترانزستور لو لقيته في أي دائرة كهربائية. طيب اتخيل معي شكل الترانزستور ده في الأساس هو عبارة عن ديودين ملصقين مع بعض، جبت ديود ام بي وديود تاني ام بي. طيب وصلت البوزيتيف بتاع الديود الاول مع البوزيتيف بتاع الديود الثاني، بقى البوزيتيف الاثنين قاعدين في حته واحده كانهم هم حاجه واحده، معنات الاطراف حتكون هي ان وفي النص بي، معناته هنا عملت ترانزستور نوع شنو؟ ان بي ان. جبت ديودين خليت البي مشترك، خليت الاطراف هي الان، معناته الترانزستور نوع شنو؟ ان بي ان. طيب او اخلي الان هي المشترك واخلي البي هي الاطراف، معناته طوال هنا الترانزستور حيكون نوع شنو؟ بي ان بي. BNP. طيب في شكل التوصيله بتاعتك يعتبر لي انه الترانزستور هو عباره عن 2 ديودز، انا عارف انه ثلاثه اطراف صح، اميتر بيس كوليكتر، الاطراف هي الاميتر والكوليكتر، في النص هو البيس. طيب يعتبر لي انه الديود الاول هو عباره عن بيز اميتر والديود الثاني هو عباره عن بيس كوليكتر. بيز اميتر اللي هي البيز والاميتر مع بعض يعتبروا لي ديود، والبيس كوليكتر يعتبروا ديود الديود الثاني. طيب التوصيله الاساسيه بقول لك في دائما في اي توصيله بتاع ترانزستور، التوصيله بتاعت البيز ميتر بتكون التوصيله بتاعتك هي فورورد بايس، والبيز كولكتر بتكون هي ريفرس بايس. طيب تعال نشوف الحاجه دي مع بعض. طيب واضح من اتجاه السهم، من غير ما نشوف انه مكتوب شنو، من اتجاه السهم واضح في الرسمه اللي على يدي الشمال انه نوع الترانزستور هو ان بي ان صح، ان بي ان لانه السهم طالع الابره. طيب ان بي ان، طيب البيس في النص معناته البيس شنو؟ البيس بوزيتيف صح؟ ان بي ان، والاميتر حيكون شنو؟ نيجاتيف. طيب لاحظ انا شلت من البيس مره المقاومه وديته وين؟ موجب الباور سبلاي، موجب مع موجب مع توصيله هي شنو؟ فورورد بايس، معناته فعلا طوال البيس بميتر هي التوصيله فورورد بايس. طيب تعال للجهه بتاعت الكوليكتر، الكوليكتر حيكون نيجاتيف صح؟ ان بي ان، معناته الكوليكتر نيجاتيف، طوال النيجاتيف جيت خطيته وين؟ في الموجب بتاع الباور سبلاي مع التوصيله بتاعتي هنا ريفيرس بايس. فحافظ دائما انه البيز ميتر يكون فورورد بايس والبيز كوليكتر يكون ريفيرس بايس. طيب نجي للرسمه الثانيه، الرسمه الثانيه حصل فيها ايش؟ بس غيرت نوع الترانزستور، الاول كان ان بي ان، الثاني عملته بي ام بي. شوف اللي تغير شنو في الرسمه، بي ان بي، بي ان بي في النص شنو؟ نيجاتيف، معناته البيز شنو؟ نيجاتيف. فطوال شلت من البيز اللي هو النيجاتيف دخلته مع النيجاتيف بتاع الباور سبلاي، بقى سالب مع سالب مع توصيله فورورد بايس. معناته لما غيرت نوع الترانزستور عملت شنو؟ عكست الباور سبلاي. لاحظ في الرسمه الاولى كان شنو؟ موجب سالب، هنا بقى شنو؟ سالب موجب. وبنفس الطريقه الكوليكتر حيكون بوزيتيف، حوصله مع النيجاتيف باور سبلاي حيديني التوصيله بتاعتي هي الريفيرس بايس. طيب حاولت ادخل كومبوننتس للترانزستور، واضح هنا على يدك الشمال. المقاومه موصله مع الكوليكتر سميتها ار سي، يعني بتسمى المقاومه على حسب الطرف، سميت دخلت المقاومه مع الكوليكتر حسميها ار سي، حطيت المقاومه في البيس حسميها ار بي، لو كنت اخذت مقاومه مع الاميتر حسميها شنو؟ ار اي. يعني بتسمى المقاومه على حسب الطرف الموصل به. طيب بالضبط كده برضو الباور سبلاي، لو وصلت الباور سبلاي في البيس حسمي الباور سبلاي بتاعي شنو؟ في بي بي. لو وصلت الباور سبلاي بتاعي مع الكوليكتر حسميه شنو؟ في سي سي. لو كان عندي باور سبلاي موصل مع الاميتر حسميه شنو؟ في اي اي. واضح؟ نفس المسألة اللي كنا اشتغلنا بها هي الفورورد والريفيرس بايس، نفس الرسمة اللي اشتغلنا عليها. طيب نجي للقوانين. طيب اتكلمنا عندنا ثلاثة أطراف، اميتر بيس كوليكتر. طيب معناتها حيكون عندنا ثلاثة تيارات، في كل طرف حيكون عندنا تيار، الاميتر حيكون عندك تيار الاميتر، البيس حيكون عندك تيار البيس، والكوليكتر حيكون عندك تيار الكوليكتر. طيب تتذكروا التشبيه اللي قلت لك بينه هو الحنفية، التوتال انبوت هو عبارة عن الاميتر، الكنترولنج بتاعك في البيس والاوتبوت في الكوليكتر. طيب طوالي من هنا طلعت قانون معين، قانون التيارات، انه الاي اي هي اعلى تيارات الترانزستور.
تيار الإميتر حيكون هو أكبر تيارات الترانزستور، فبقول IE بتساوي الآي بي زائد الIC. الIE تيار الإميتر هو تيار البيز زائد تيار الكوليكتر. طيب عندي بارامترز مهم جدا اسمه بيتا، التعريف بتاعه هو عبارة عن الدي سي كرنت جين. بيتا بتساوي الآي سي على الآي بي، آي سي على آي بي. طيب عندي معامل تاني اسمه ألفا، ألفا هي بتساوي الآي سي على الآي إي. شاب كده يعني ثلاثة قوانين. القانون الأول هو قانون التيارات، الآي إي ما مكتوب هنا بس خليك عارفه، الآي إي بتساوي الآي بي زائد الآي سي. القانون الثاني هو قانون بيتا، بيتا بتساوي الآي سي على الآي بي. القانون الثالث هو قانون ألفا، ألفا بتساوي الآي سي على الآي إي. طيب تعال ناخذ فيها مثال بسيط ونجيب لحد هنا. طيب قال لك determine the current gain B beta DC and emitter current IE for transistor where IB بتساوي 50 مايكرو أمبير والIC بتساوي 3.65 ملي أمبير. طيب المطلوب منك ببساطة انك تحسب بيتا وتحسب تيار الإميتر، مديك تيار البيس ومديك تيار الكوليكتر. طيب تطبيق مباشر في القانون، بيتا أصلا قلت بتساوي الIC على الIB، الIC عندي عندي، الIB عندي عندي. طيب بيتا بتساوي الاي سي على الاي بي، حعوض قيمه الاي سي 3.65 ملي امبير وقيمه بيتا او اي بي بتساوي 50 مايكرو امبير. طبعا هنا التريك او الخدعه في المساله هي اليونتس، مديك الاي سي بالملي امبير ومديك الاي بي بالمايكرو، فبكون منك مطلوب منك انك تعمل عمليه التحويل قبل ما تضرب. لو ضربت كده المساله حتجيك غلط، لازم تخلي الوحدات ثابته، يا خليتها ملي ملي او خليتها مايكرو مايكرو او خليتها امبير امبير على حسب ما تحب. لكن دائما الاستاندر الحاجه المتعارف عليها اكثر انه التيارات دائما بتكون بالملي امبير، فالاصح انك تحول 50 مايكرو امبير دي لملي امبير. عشان تحول من مايكرو لملي حضرب في 10 اس ماينس 3. طبعا ممكن اقول اضرب في 10 اس ماينس 3 او اقول اقسم على 1000، صح؟ 50 على 1000 هتديك هي 0.05. طيب لما تقسم 3.65 على 0.05 هتديك القيمه هي 73. طيب انت قاسم تيار على تيار، عشان كده القيمه حتكون شنو؟ يونت ليس، ما في وحده، لانه هي نسبه، نسبه بين تيارات. فطوالي لما تقسم 3.65 على 0.05 القيمه حتجيك هي 73. طيب ده المطلوب الاول هو قيمه بيتا. المطلوب الثاني هي الاي اي، الاي اي قلت هو التيار الكلي اللي هو بساوي الاي سي زائد الاي بي. طيب الاي سي هي 3.65 ملي امبير زائد ال 50 مايكرو اللي هي 0.05. طيب لما تجمع 3.65 برضه هنا لازم احول 50 مايكرو دي لملي اللي هي 0.05، لما تجمع 3.65 بلس 0.05 حتديك هي 3.7 ملي امبير. مسألة واضحة، تطبيق مباشر في القانون بتاعه. طيب يا شباب انا اجيف لحد هنا في الكورس ده، كورس الانالوج، اتمنى انه تكون قدرت انه اوصل الكورس بصورة مبسطة ما فيها تعقيدات كثيرة. ما حاولت اشتغل مسائل كثيرة لانه انا عارف انه الناس بتحب انها تتابع والزول قدامه ويسأل والحاصل شنو كده، كانت هي مسائل بسيطة تطبيق مباشر في القوانين. أنا متأكد إنه العمل ما حيكون مجود بنسبة 100%، فهي تجربة جديدة لي وليكم، الاثنين حنحاول نستفيد فيها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. في النهاية هو مجهود بشري قابل للأخذ والرد، أي ملاحظات أي تعليقات أنا متقبلة، بالعكس أنا حستفيد من توجيهاتكم ومن ملاحظاتكم. وزي ما قاعدنا نقول في النهاية، إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منه بريئا. شكرا جزيلا يا شباب، يديكم العافية.